أكثر عنصر بيضيف أناقة وتميز على فستان الزفاف هو الترين، أو ما يعرف بديل الفستان أو الشاحب. هو طبعاً بيعتبر اللمس الأهم على التصميم بأكمله، أو إذا بدك الواو فاكتر. المعروف إنه تاريخ الشاحب بيرجع للعصور القديمة وبيعطي طابع ملوكي، فكل ما كان ديل الفستان أطول كل ما زاد من فخامة ورقي طلة العروس. بس خليني خبرك إنه الأهم تعرفي تختاري الشاحب الأنسب بحسب طابع العرس وقصة الفستان، كمان بحسب نوع قماش الفستان. فمثلاً أنا بنصح العروس باختيار ما يسمى بالسويب ترين أو الكورت ترين إذا كان العرس outdoor أو destination wedding، مثلاً بالحديقة، على الشاطئ أو بصالة صغيرة. ليش؟ لأنه السويب ترين والكورت ترين بيتميزوا بطول بيتراوح من نص متر لمتر، فبيكونوا أكثر عمليين. لنفرق بيناتهم خليني اشرح لك. السويب بيبتدي من اسفل الجزء السفلي للفستان، فبيعطي قوام انعم وطبعا خفه بالحركه. اما الكورت ترين فهو بيبتدي من منطقه الخصر طبعا من ورا، وبنشوف هالنوعين من الشاحت اكثر استخداما مع قصات فساتين حوريه البحر او مع الاي لاين دريسز او حتى الشيت جاونز. اما اذا كانت العروس حابه تطلي اكثر ملوكيه لتتماشى مع طابع حفل كبير وضخم، فاكيد اختيار الرويال ترينز هو الانسب طبعا، وممكن يمتد طول هالشاحت لسبعه او ثمان امتار. من اشهر هالطلات هي طله الاميره ديانا طبعا، ومن خبرتنا اكثريه العرايس بتحلم بطله متميزه مثل طله ليدي ديانا. ولكن بعض العرايس عندهم ايضا مخاوف من الشاحت الطويل ويلي ممكن يعيق حركتهم بيومهم الاهم، وهون بيجي دور تشابل ترين ويلي بيكون بمثابة الحل الوسط، كون طول هالتشابل ترين ما بيتعدى المترين. بطبيعة الحال الشاحت الطويل هو بيبقى الأنسب مع اختيار البول جاون دراسز أو فستان الأميرات، ولكن مؤخرا عم نشهد كمان مودة الأوفر سكيرت بالأخص مع الشيت دراسز يلي هو الدراس اللي بيجي مستقيم من منطقة الأكتاف لأسفل الجسم. طبعاً الأوفر سكيرت بتحل محل الشاحت التقليدي، ولكنه بيكون خيار عملي أكثر كون العروس بتضمن دخلة وطلة مميزة مع إمكانية الاستغناء عن الأوفر سكيرت خلال الحفل لتشعر براحة أكبر. والنصيحة الأهم تبقى لك اختيار الشاحت الأنسب بحسب نوع قماش الفستان. إذا كان قماش الفستان العرس مصنوع من النوع الخفيف، الأقمشة الخفيفة مثل الشيفون أو الكراب الناعم، فعادة بنلجأ لتصميم حجم أصغر للترين، لأنه طبعاً كل ما كان القماش أخف كل ما زاد احتمال أنه يتجمع الشاحت بدلاً من أنه ينفرد ويعطيك الطلة دراماتيك يلي بتحلمي فيها.